احنا يكون معانا ده كمان مدير تحرير جريده الاخبار الرياضه. اهلا بيك يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام. اهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف الاول، هل ما زال لدينا فرصه وامتى في التاهل لمنتخب السله لاولمبياد باريس 2024؟ هو طبعا اللي خد الفرصه من كاس العالم اللي احنا كنا فيها هو المفاجاه منتخب جنوب السودان، وده بسبب لوائح البطوله اللي بتخلي ان اول فريق في الترتيب بالنسبه لافريقيا هو اللي تاهل مباشره الى دورة الألعاب باريس 2024، وده بعد ما حقق مفاجأة كبيرة بالفوز على أنجولا مسيطرة على قارة أفريقيا في آخر ثلاث عقود 101-76 حتى بفارق كبير من النقاط. في حين إن إحنا بقى بعد ما خسرنا في آخر ثواني من نيوزيلندا بفارق باسكت واحد اللي هو بنقطتين، هنخش ملحق تاني من 24 فريق، أول أربع فرق فيه هم اللي هيتأهلوا بإذن الله الى باريس 2024. وان كان الامر صعب ولكن المركز اللي انت حققته حضرتك خلال البطوله المركز ال 19 ده افضل مركز ليك حققته من سنه 1950 وده رقم كبير جدا. انا عارف ان احنا في السله الدنيا ما كانتش عندنا ده يعني في البطولات واخده حاجات كتير، لكن خليني اسال حضرتك الفرصه التاهل ال 24 فريق دي هتبقى دوره مجمعه هتعقد في وقت معين اتحدد لها مكان وزمان؟ لسه الاتحاد الدولي ما حددلهاش المواعيد بتاعتها، ولكن هي هتبقى دوره فعلا مجمعه. لسه ما تحددش الوقت بتاعها، وده هيديك فرصه ان انت يعني يحصل عمليه تاهيل اكتر وتجميع اكتر وتعالج الاخطاء اللي وقعت فيها، خاصه ان كان عندك اكتر من لعيب يعني من ضمن اهم الاسامي، عندك ديبو اللي لعب الاتحاد والبري ميكر كان بره، عندك اكتر من لاعب ممكن جدا يعيد المدير الفني الكندي للمنتخب المصري تأهيلهم ودخولهم من جديد في المنتخب، وان كان هو مش بمزاجه لان كنت رايح ب 12 لاعب فقط، فكان لازم يخرج اكثر من لاعب، وخرج اربع لاعبين من اهم اللعيبه وكان معتمد اكثر على اللعيبه الصغار السن بمزيج مع اللعيبه من الخبرات. فانا اتمنى ان شاء الله من خلال الملحق ان احنا نحقق حاجه، خاصه لمشاهدينا احنا محققين قبل كده بطوله اوروبا لما كنا بنلعب ما كانش في اتحاد افريقي وكنا بنلعب تبع الاتحاد الاوروبي، قبل كده حققنا بطوله اوروبا وحققنا تاني اوروبا، فنتمنى ان باذن الله العصر ده يرجع تاني. تمام. طيب خليني اسال حضرتك قبل ما اتنقل لموضوع بطوله السوبر الافريقي، احنا مستوانا الفني يؤهلنا ان احنا يكون لينا فرصه؟ يعني اللي فهمته من كلام حضرتك ان احنا ممكن وسط 24 فريق لسه عندنا امل، ولا الامل برضو مش كبير قوي يا استاذ عمرو؟ لا، الامل موجود طالما انت بتجتهد وبتخلص في تدريباتك وبتخلص في التركيز السله ابتدى يسير على نهج اتحاد كره اليد في الاعتماد على الناشئين، وان هو يطلع ناشئين كتير ويشاركوا في البطولات الدوليه، وده بالتاكيد بيديهم حوافز من الصغر. فباذن الله لا عندك امل، بس المهم برضو ان انت تشتغل على الامل ده. ان شاء الله ربنا يوفق ولادنا ونحاول يعني ربنا يكرمنا ونكون موجودين في اولمبياد.